ننطلق بالصدارة نتابع البداية وأرى هني الزعفرانة من قادة المجموعة محمد بن حمد بن مصلح بالجمهور الأحبابي من يتابع هذا الانطلاق المثير ولكن جبارة مع المركز الثاني بشعار سعيد بن علي بن سالم الربيعي المنصوري ثالث التحديات نتابع التسلل والانطلاق أيضا من صناعة القادمة من مصانع الجنوب بشعار غصاب بن مصبح راع العامري والتحديات التحديات ايضا من المايديه حسن بن عبد الله بن غليط الاغفلي مع المركز الرابع خامس التحديات نعود ايضا مع المايديه الاومياسه بشعار سعيد بن راشد بن غدير هذه هذه النتيجه هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام ولكن بنعود مع الصداره نتابع نتابع البدايه يا سلام وأرهني جباره ارى جباره في موقع الصداره تقود المجموعه من منذ البدايه مع هذا التحديات المثيره سعيد بن علي بن سالم الربيعي المنصوري شعار سمحه اللي تسمحت امورها في اول الاشواط وها هي جباره يا سلام تكرر سيناريو تكرر سيناريو سمحه تنطلق بالمقدمه ولكن ارى ارى هني صناعه مع المركز الثاني التحديات مثيره والانطلاقات رائعه ولكن جباره في موقع الصداره في موقع وقع الصدارة للمرة الثانية للمرة الثانية تهانينا لمالك هذا الشعار سعيد بن علي بن سالم الربيع المنصوري وسلوب سلام سلام للوثبة سلام تحية واحترام هذه لحظات وصول جبارة إلى خط النهاية المركز الثاني صناعة لغصاب المصبع رعطير العامري المركز الثالث مرمرة أحمد بن محمد بن مسحار والبقية بن حين الأعضاء خط النهاية دقيقتين تسع ثواني توقيت جباره تهانينا مالك جباره سعيد بن علي بن سالم الربيعي المنصوري تهانينا والناموس